Dear students of الثانوية عامة and those of الأزهر, once more we are back and a new edition of your program مدرسة على الهواء. حبايب طلاب الثانوية العامة وطلاب الأزهر, حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء. And sure we have the pleasure to have Mr. محمد عبد السلام, Senior Master at the Ministry of Education. Welcome Mr. محمد. Welcome Mr. محمد. الحمد لله. Yes, I'm fine. أكيد أحبائي, إحنا كنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت Unit 15 وكنا بنتكلم على الليستنج بتاع الوحدة نفسها, وكنا نتكلم على the future of box. مستر محمد مشكورا هيكمل معنا النهارده reading, وكمان هنعرج بقى الى القسم الخاص بالجرامر اللي هو طبعا موضوع سهل وبسيط جدا, ونبدا حالا مع مستر محمد عشان وقتنا, واكيد منتظرين برضه تليفوناتكم على الرقم اللي هيظهر قدامكم على الشاشه. محمد فضل. Yes, thank you Mr. Muhammad for this introduction for me. Thanks. First of all, I just would like to say it's really very important for all students to learn how to read, how to translate and how to speak. This is very important. النهارده هنتعلم اما نيجي نقرا. احيانا بسمع واحد بيقرا انجليزي او بيتكلم انجليزي اقول ده مصري بيتكلم انجليزي, واحيانا نسمع واحد تاني بيقرا او بيتكلم مع واحد اقول ايه ده, انا حاسس دي اما امريكي يا اما واحد مصري عايش في امريكا او امريكي نفسه. الطريقه بتاعه الريدنج نفسها هنتعلم ازاي نقرا بسرعه, لان في الامتحان بيجي لي اتنين كومبريهنشن. ففي الريدنج هنا هنتعلم ازاي اقرا بسرعه عشان اعرف اطلع الكلمات اللي موجوده, اعرف اطلع الاسئله ازاي والاجابه اللي موجوده ازاي, ازاي اطلع الكلمات المهمه, ازاي اخمن معنى كلمات. طيب together we are supposed to screen. طبعا العنوان بتاع الدرس اسمه The Future of Books. لاحظوا حاجة, أنا مش هما ثلاث كلمات The Future of Books, واحدة The Future of Books. كلمة of تكاد تكون شيب دخلت اضغمت كده في ثلاث كلمات مع بعض The Future of Books. كلمة G, أي كلمة بتنتهي بING ما بنطقش الجي أصلا, فهقولها كده Reading, Reading اسمها Nasal Sound, Reading Text. In Ancient Egypt, أول ما بشوف إن فيه كوما باخد ثانية كده بقف كأني باخد نفسي بسرعة عشان أكمل. In ancient Egypt, a type of tall grass called papyrus, which grew in the Nile Valley, was used for writing and drawing on. Before it could be used, the leaves of the grass were soaked. تعالوا بقى نشوف لو أنا جات لي كده المفروض أن أنا أعود نفسي وانا في اثناء القراءه اعمل ترانسليشن. In ancient Egypt, يعني في مصر القديمه, a type of tall grass called papyrus, يعني نوع من انواع الحشائش كان يسمى البردي, نحن بنقول عليه ورق البردي دلوقتي, which grew, طبعا grew هي الماضي بتاع in the Nile Valley, كان بينمو او بيتزرع, was used for writing and drawing, كان بيستخدم في الكتابه وفي الرسم, كانوا بيرسموا عليه writing on. Before it could be used, وقبل استخدامه, the leaves of the grass were soaked. كلمة soaked طبعا هنا مستر محمد لو حبينا نقول المعنى بتاع كلمة soaked هنا, هل يوضع في ماء, ينقع في ماء؟ بالضبط. احنا اخذنا قبل كده مستر محمد كلمة soak, S-O-A-K. yes. تاني السبيلنج مهم جدا كمان. S-O-A-K on soak, on soak in, ينقع فيه. تمام. انك تترك طبعا اي شيء في سائل معين لفترة شوية تبقى اسمها soak in, ينقع. لكن اخذنا قبل كده كلمة soak up زي كلمة absorb اللي يمتص, او يعني زي خدنا ايه زي sponge قطعة سفنج وبتمتص الشيء تبقى soak up, لكن لما تنقع شيء في شيء تبقى كلمة soak in. تمام؟ yeah. فضل. okay. Here we have soak in water, pressed together and then dried in the sun. وطبعا بيتم ضغطه ويجفف في الشمس او في اشعة الشمس. The first real paper was made by the Chinese. طبعا كان اول ناس صنعوه كان هم الصينيين 2000 years ago, من حوالي 2000 سنة. In the 8th century, الكلام ده كان في القرن الثامن. In the 8th century, Arab travelers were traded. Arab travelers هنا معناها المسافرين او المهاجرين العرب اللي كانوا بيعملوا تجاره ما بين مصر وما بين الصين. اللي مرحله العرب, الرحاله العرب. تمام. يس, كانوا بيسافروا ما بين هنا وهناك. تمام. تريدد ويذ, لاحظوا الكلمات اللي هي مكتوبه بالقلم الاحمر ده, ان كلمه تريد يعني يتاجر, تريدد ويذ يتاجر مع. تريدد ويذ تشاينا, ليرند هاو تو ميك ات, يعني اتعلموا منهم كيفيه صنع الورق. طيب دلوقتي مستر محمد هحتاج تقول لنا دلوقتي بي اي بي اي ار. يس, عايز نعرف الفرق بينها وبين كلام. تمام. تمام. لما اقول مثلا كجمله, حلو, I read paper every day. yes. يا ترى ذا رايت بص, ولا اقول I read مثلا papers every day. أها. تمام, اتفضل.
مستر محمد، لو احنا قلنا ان كلمه بيبر ايوه بمعنى الورق ايوه، فالكلمه دي ما بتتجمعش اكيد. ولو عايز اقول حته ورقه بقول a piece of paper، وفرق ورق a sheet of paper. تمام، فكلمه بيبر لوحدها كده لو بتكلم على ورق ما تجيش لوحدها. تمام، طيب خلينا اقول بقى ان انا استوعبت ايه من حضرتك. تمام، قصدك تقول لنا كلمه paper من غير الاي ومن غير الاس، paper ورق مظبوط، لو فور برينتنج ورق طباعه. أحا. الكلمه دي uncountable مظبوط، معنى كده لا ينفع احط ايه قبلها ولا اس بعدها. تمام، طيب لو انا عايز اقول بقى فرخ ورق. أحا. قلت لي a sheet of paper، جبت مجزء الاول مظبوط، او قلت لي قطعه ورق a piece of paper مظبوط، او a leaf of paper. تمام، طيب let's turn over a new leaf، نفتح صفحه كده في الجزء اللي بعدها. تمام، ايه بقى كلمه a paper بقى؟ دي معناها بدل ما اقول newspaper ايوه بقول a paper. a paper معناها جريده، صح كده، الجورنال نفسه. يبقى الاهرام is a paper، جريده قوميه ما نعملش عليها حاجه. مظبوط، is a paper. yes. تمام، اللي يكون في ايه الاول يا مستر محمد؟ بيتكيت في اس، تبقى الاهرام عند الجمهوريه are papers اللي هي صحف. تمام، بدل من كلمه a newspaper و news papers. طيب دي كلمه، قلت لي ميك بيبر، لفت انتباهي انا وكلمه ميك بيبر. يبقى قلت لي ذا تشاينيز وير ذا فيرست تو ميك بيبر، بيصنعوا هنا. يبقى ما اقولش دو بيبر بقى. تمام، يبقى لو جيت قلت في الباس بقول ايه بيبر از ميد مش از دان. مظبوط، صحيح، فروم كذا. صحيح، طيب حاجه ثانيه قلت لي ايه ذا تشاينيز وير ذا فيرست بيبل تو ميك. مظبوط، ما قلتليش ذا تشاينيز وير ذا فيرست بيبل ميكينج. لا، يبقى معنى كده قصدك تقول لي ان في الترتيب the first the second the third the only the last. يبقى تو مصدر، تو ايه مصدر في منتهى الاهميه يا مستر محمد. يبقى فلان كان زي مثلا ايه مستر محمد عبد السلام was the first to come، اول شخص ياتي. and the last to leave، اخر واحد يمشي، وهكذا. yes. they are the only to مثلا to discuss the list. yes. طيب قلت لي بقى كلمه trade. انا عايز اقول ايه كترجمة يا مستر محمد كده، ان قناة السويس ستساعد في ازدهار التجارة العالمية. yeah. هنقولها ازاي؟ The Suez Canal ايوه can help in flourishing the أيوة. world trade. تمام. yes. يبقى لاحظنا كده ان the Suez Canal will help in the flourishing. yeah. can flourish flourish احبائي اللي هي يزدهر. تمام كده، flourishing ازدهار the international trade. يبقى استخدمنا كلمه تريد بمعنى التجاره، التجارة نفسها. واخدتها كفيرب. انت قلت لي من شويه كده the arab travelers، الرحال العرب. تمام، تاجروا مع الصينيين. يبقى traded with. طب لو تاجروا مثلا ان في كذا مثلا، ايوه تاجروا مثلا في التوابل مثلا، يبقى ان. يبقى ان، فمعنى كان كلمه تريد بيجي معاها اثنين بروبوزيشن. تريد with أيوة. a country or people. ايوه، تريد ان تي. تمام، يا anything. ايوه، يبقى في الجودز نفسها تريد ان يتاجر فيه. مزبوط، لكن يتاجر مع شخص او مع دوله تريد ايه with. ذا جريت مستر محمد. طيب. تمام، اتفضل مستر محمد. على فكره انا بحب اشكرك لحاجه، انك لفت نظري لبعض الكلمات زي كلمه بيبر مثلا. تمام، احيانا بقول لطالب عندي اني معلومه، فلاقيه بيترجمها كده هي جيف مي ان انفورميشن. وطبعا بتبقى خاطئه لان المعلومه أكيد. كلمه لا تعد تحط لها. فالمفروض احط قدامها مثلا هي جيف مي ا بيس اوف اور ان ايتم اوف انفورميشن. تمام، لو اداني جيف مي تو بيسز مظبوط او تو ايتمز، زيها زي كلمه نيوز مثلا اللي هي زي كلمه ادفايس. أيوة. ادفايس على فكره في العربي بتجمع، لكن في اللغه الانجليزيه لا تجمع، اللي هي كلمه نصيحه. يس. ده احنا عندنا كتير يا مستر محمد، لسه كلمه معلومه ما جمعها معلومات. مظبوط، احنا اتفقنا احبائي اني مش بالضروره الكلمه تبقى في العربي دايما مفرد، نفس الكلام في الانجليش. خدنا كلمه furniture، كلمه information، كلمات كتيره جدا في الوحده الثانيه، قلنا بالنسبه لنا الكلمات دي اصلا تعامل دايما كمفرد. ولكن اكيد بيبقى لينا او عندنا حاجه اسمها partitive مجزئ. المجزئ ده هو عباره عن اسم بحطه قبل الكميه دي عشان خاطر يبين انت عايز قد ايه منها. ما بروحش عند butcher حل الجزارة واقول له مثلا I want meat، لا بقول مثلا عايز كيلو من اللحمة، اقول له كيلو of meat، فاصبحت كيلو ده partitive مجزئ. طب 2 كيلو تبقى 2 كيلوز، لاحظت الجمع بيتم على المجزئ ما بيتمش على الكمية نفسها. 2 كيلوز of meat، 3 كيلوز of meat. طبعا في في طبعا مجزئ زي كلمة a piece of او a bit of ال A P I T
a bit of قليل من او a slide a slice of كذا. طبعا في حاجات مرتبطه بحاجات ثانيه, لو الناس a slice of مثلا مش عارف meat, a slice of bread, a jar of jam, yeah. a box of matches, a packet of tea and Yes. طيب نكمل مستر محمد نشوف. Okay, if we have a look again here to our text, we can see we said trade with China, learned how to make it or how to make it too. At first, paper was very expensive because it was made from cotton. ويا ريت نلاحظ برضو كلمة made from, إن إحنا ممكن نحط قدام كلمة made حروف جر مختلفة. لو أنا قلت made from غير لما أقول made in, غير لما أقول made by, غير لما أقول made of, you see, فإحنا عندنا طبعا كلمات كتير. لو أنا قلت مثلا هنا في الجملة made from cotton, لو حبيت أطلع القطن من داخل الورق نفسه مش هشوف, زي ما أقول الكيك مثلا the cake is made from so and so. لكن لو أنا قلت made of, لو في ترابيزة قدامي مصنوعة من الخشب أقول made of wood, made of wood, معنى كده أن الخشب موجود قدامي, المادة نفسها موجود. made in يأتي بعدها البلد اللي صنع فيها, وميد باي معناها الشخص اللي صنع الحاجة. تمام, يعني شكل المادة لو تغير يا مستر محمد زي الورقة كده بالنسبة لي قلت إيه, this is made from cotton أو yes. made from wood, مش عارف الأصل ده كان إيه. تمام مزبوط. لكن this table is made of glass, لأن حتى لو كان شكلها أيا كان الشكل لكن أقدر أحكم من قدامي ده إيه إزاز, وأنا طبعا باي بالشخص نفسه أو مزبوط. إن المكان مزبوط. طب إيه رأي حضرتك, معلش ناخد اتصال من الجيزة, معانا هند, اتفضلي. ألو. أيوة يا هند اتفضلي. عندي سؤال في الشوب. اتفضلي معاك مستر محمد. هند. هند. Teachers are. Teachers. Are. Are. أنا عايز بس كده يعني قولي كده على صوتك. Teachers are. Always in policy. Always. encouraging كتير. always what always ايه بقى encouraging بيشجعوا يعني encouraging there لا encouraging there stopping students to be حاضر ثواني بيكتب معاك مستر محمد students to a to a بقى to a يا هند to be to be يبقى teachers are always encouraging their students. نقط. And harder. And harder. Harder working. Hard working. تمام. عايزة بقى ناخد الاختيارات بتاعتنا. الاختيار الأول كلمة ايه عندك؟ كومباوند الاختيار الاول كلمة نعم كومباوند يا هند واحده بواحده يا هند انا عايز اسمع الكلام بس كده وانت هنا حاولت حتى مش نقطه صحيح قولي كده الكلمه واحنا نحاول نسمع معاكي اول اختيار كلمه ايه يا بابا اول كلمه كومباوند سبيل طيب كده تي او دبل ان ها بعد الدبل ان تي او دبل ان content ايوه سي او سي مش او خلاص ما احنا بنكتب وراكي سي او دبل ان ولا دبل ام دبل ام كومن كومن سي او دبل ام او ان ايوه اللي هي اللي شايفاها دي اللي شايفاها على الشاشه كومن ماشي ها بي كونفيوزد انا مش عارف كونفيوزنج ايوه لا ايوه ايه كونفيوزنج بالفعل ايه طريقه مستر حامد كونفيوزنج شوف كونفيوزنج مورتك ذاكر قدامك ايوه طيب الثالثه كونفيشن كونفيشنال كومباشنت ايوه مش عارف ده طيب compassionate اسبيليا هند معلش C-O-M V-E-N P-E-N P-R-O-N
بس بس احنا اسفين يا هند، احنا اسفين جدا طبعا الصوت بيقطع، ممكن تبقى انت سامعه في التلفزيون، انت اكيد في الاستوديو هنا مش سامعين بجد يعني. واكيد احبائي برضو نصيحه للكل، لازم تعرف ان مثلا مستر محمد بيكتب الجمله وراك اكيد يعني لازم يسمع بشكل كويس جدا عشان تبقى الجمله ما تديكش اي اجابه خلاص. تمام، عاودي اتصال بينا يا هند تاني، وحاولي احنا بنقول لكم حتى لو مش عارفين تنطقوا يعني بقدر الامكان ادونا سبيلنج صحيح عشان نقدر نكتب الجمله قدامكم. احنا اسفين جدا طبعا. نرجع تاني مستر محمد للنص بتاعنا، اتفضل. مثلا يعني المفروض في النقط اللي هي الموجوده دي ممكن نقول patient مثلا، هي الجمله معناها ان المدرسين بيشجعوا الطلبه ان هم يكونوا ممكن patient، ممكن يكون diligent مثلا، هحط اي صفه لان اللي بعدها hard working، فاي صفه هتبقى. لكن الكلام الصفه تكون ماشيه مع السياق لكن بالزبط. ما كانش ماشي ابدا كلمه common، ولاحظت برضو حتى الكلمات اللي احنا ممكن نتخيلها في كده ونكتب على السبيلنج بتاعها مش ماشيه مع الموضوع مستر محمد. عشان كده اسمها هند. طيب قبل نبدا تاني مستر محمد، فاحنا معانا برضو سؤال بقى من اسيوط. We hope يعني we hear fluent English. محمد how are you؟ الحمد لله، ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الله يسلمك، تمام. Raise your voice محمد. الحمد لله، كان عندي اسئله اختياري. طيب عايزك على صوتك بقى كده، ومال مستر محمد عبد السلام معاك. All محمد escape. All escape. Help me محمد كذا دم. على صوتك محمد شوي. All escape. All ايه يا محمد معلش؟ All escape. يهرب. All escape. اي مش نقط نقط اول اسكيب نقط ماشي وير بلوكت نزل شويه نزل ورقه بس محمد كده وير اي وير اللي هي كده وير اي طب وير معلش بص وير كده ولا وير الثاني لا وير كان ماضي ده اللي هي دي يعني لا مش دي وير لا مش دي دبليو اي ار اي اللي تحتيها دي شايفها اي طيب بلوكت بلوكت اي باي ارمد بوليس باي ارمد بوليس الاختيارات ايوه رودز ايه رود لا ار او يو تي اس رودز ار روت ار او يو تي اي اس ماشي و ار او يو تي اس ناقص ايه مستر محمد بعد التي في اي رودز بعد ايه بعد التي في اي اي اس ايوه والثانية R-O-U-T-E-S الثانية مستر محمد R-O-A-D-S رودز لا R-O-U-T-S R-O-U-D T T S S وثالث اختيار S بعدها يعني أي وثالث اختيار Boots أي B-O-O-T-S معلش Boots أحذية B-O-O ماشي وثالث اختيار رابع اختيار رود قول السبيلنج بتاع رابع واحده كده ار او او ار او او تي اس تي اس اي طب ما هي زي اللي فاتت ولا اللي فاتت بوتس يس هو هي الفكره مستر محمد بص بقى معلش تاني النطق بتاع الاولى طبعا رودز ار او يو تي اي اس والثانيه راوت راوتس دي اللي جامعة كلمة اندهار فالمعنى غريب خالص يعني اللي راوت حتى النطق بتاعها ماش روت راوت ر او ت مستر محمد راوت تمام التالتة بوتس اللي هي البوتس الحذاء تمام والاخيرة روتس اللي هي الجذور فطبعا واضح الاجابة اللي هي الاولى على طول تمام اللي اول واحدة بالظبط روتس اللي كل طرق الهروب يا محمد ايوه اللي هي اسكيب روتس يا حبايبي اللي هي كل طرق الهروب مالها بلوكت باي ذا بوليس forces يعني مغلقة عن طريق قوات الشرطة وصلت؟ وصلت لكن هي الفكرة كلها كلمات التانية انت خدت كلمة roots الأخيرة موجودة في الوحدة السادسة اللي هي الجذور تمام كده؟ والكلمة التانية اللي هي في بي غريبة عليك شوية اللي هي R O U T نطقها route وده الاندحار تمام كده؟ أو المحلال بتاع الشيء فما كانش ماشي مع الموضوع أوكي؟ هذا الكويستشن محمد؟ أيوة عندي سؤالين اختياري اختيار برضو اي طب ask quickly as you can please a little dog a little dog was the حاضر بيكتب المستر a little dog was the was the was what the نقط of the accident of the accident الاختياري cause ولا reason cause ولا reason هي بتيجي كوز على طول طيب انا هقول لك حاجه احنا اكيد طبعا انت عارف ان هنا حرف الجر زي مستر محمد كلمه كوز اوف تمام ريزون فور
طب لو انا عندي شيء مادي بقى شيء ملموس اللي هو ليتل دوج هو سبب الحادثه يبقى على طول كلمه ايه كوز اوف تمام وغالبا بص بقى يا محمد غالبا كلمه كوز اوف بياتي بعدها حاجات ضاره بقول لك مثلا اوت ذا كوز اوف ذا فاير ذا اكسيدنت لكن الريزن فور ترجمتها تفسير وتعليل لشيء معين بيحصل عقلي كده تبرير مظبوط تمام yeah. طيب ها اي didnt know الاخر صفر تشويس اي didnt know ذا حاضر I didn't know Mr. محمد yes the nougat for hair delay no I didn't know the nougat for hair delay في the delay في the في the قبل كلمة نو يا مستر محمد no I didn't the know قبل the قبل النقط في the yeah بعد كده hair delay reason ولا cause برضو حاضر أديك أنت قلت كلمة for reason ولا for reason ولا cause برا هي reason for ما إحنا لسه قايلين حالا من شوية cause of و reason for تمام يا محمد سمعنا اه reason for او reason why لو بعديها جمله تبرير او تفسير لكن reason cause of يعني السبب وسبب مادي في الغالب اوكي محمد thanks a lot نرجع تاني مستر محمد وبمناسبه ان كل احبائنا الطلبه بيتصلوا انت بتلاحظ مستر محمد في different dialects yeah, sure, sure. يعني اكيد بيبقى الطالب عندنا مثلا من وجه بحري او من محافظه القناه بيبقى برضو مختلف عن دلتا مختلف عن الصعيد وهكذا ده رجعنا تاني ان بدايه الحلقه كنت بتقول لي ان اكيد اللي بينطق بيور انجلش اذا كانوا انجلش زي ما بنقول اللي هو كوينز انجلش يبقى بريطانيا تمام وفي طبعا ستاندرد امريكان ولكن ما يمنعش ان كل ولايه بيبقى فيها نطق مختلف عن التاني طبعا فلذلك انا وجهه نظري اني شايف ان في اكسبتبل يعني ستاندرد افريقيا ستاندرد انجلش زي بتاع الاخبار والنشرات وكده ده اللي انجزنا يبقى يكون في قدر من النطق الكويس واللي نقدر نقول ماشي مع الزعم لكن ما اقدرش اقول شيء خطا تماما بمعنى لو دلوقتي احنا مثلا في الاستوديو جبنا حد مثلا ورا حاجز والراجل ده من الهند مثلا او افغانستان اكيد تقدر تحكم مستر من غير ما تشوف هتقول الراجل ده من الهند طبعا وهو بيتكلم انجلش ولو كان من المانيا هتقول رغم من اوروبا هو تمام هتقول له الراجل ده من الماني ينطق انجليزي فرنساوي وكان وضع عندنا في القصه بتاعتنا لما حب راسندل يعني يختبر ديتشارد بقى وبيتكلم كده معاه يعني انجليزي مكسر انجليزي الماني شويه تمام التاني ضحك وباين ان هو ايه فاهمه يعني فاحنا هنا بنقول ان اي شخص بالتاكيد بيتاثر باللغه الام بتاعته واللغه لغه قويه يعني كل حرف ظاهر فيها قوي انا في حاجه من دقيقتين بس صح. انا بجد متضايق جدا طبعا. في بنت اتصلت شوفوا هي بتملينا مش عارفه تقرا كويس بالظبط فاحنا عاملين نسمع ومش يعني مش في وقت كتير ده مش عايز توصل للرساله الخطا عشان دي اجابه خطا مستر محمد ده مظبوط يعني المفروض يعني. حتى على الاقل يبقى نعرف نقرا ما نقدرش نوصل ثالث سنه ولسه برضو تبقى في مشكله بالظبط فبنهيب طبعا بكل اولادنا بنقول القراءه اسمها very very beginning بدايه خالص مستر محمد sure. يعني نعول اولادنا يا جماعه والله العظيم هنرقى وهنبقى كويسين اذا فعلا قرانا اذا في ثقافه في حاجه في دماغنا طيب معلش ناخد برضو احمد من حلوان هاي احمد وعليكم السلام الله يسلمك يا حبيبي تمام سمعت يا مستر وطي التلفزيون حاضر بس واحده واحده كده وطي التلفزيون شويه كده وحاول يعني اتكلم بهدوء شويه اتفضل انا مع حضرتك اهو تمام كده حضرتك كويس كده يا محمد اتفضل احمد لو سمعت محمد كنت عارف على البلد لو ده ليه تكون الطالب في اللغه الانجليزيه ده اللي موجود في السوق وهو دوت اللي نزل له المستشار معلش قول تاني كده كتاب دليل اللغه الانجليزيه دليل صح لعلمنا واحنا يعني هندعي يعني احنا قريبين من الوزاره وقريبين طبعا من الاستاذ الفاضل استاذنا الفاضل المستشار اللغه الانجليزيه احنا ما كانش عندنا دليل للغه الانجليزيه الفتره السنه اللي فاتت يعني فالكتاب اللي في السوق طبعا طلبه كتير بتكلم مستر محمد وكان اول على قناه في مدرسه كان المفروض الكتاب يوصلنا مزبوط. لكن هم طبعا في ناس معينه كده بتجاره يا احمد بيمسكوا جمل يجمعوها بنفس السيستم بتاع الكتاب بتاع الوزاره والنظام القديم يعني ويقول لك بقى ده الدليل يعني بيبيعه طبعا مفيش دليل خاص بالوزاره دلوقتي يا احمد او ممكن تكون حاجه قديمه مثلا بينزلها تاني او كده مفيش حاجه خاصه بالوزاره في الوقت الحالي كدليل اللغه الانجليزيه ماشي احمد طب ان شاء الله يا ريت لما ينزل حضراتكم يعني يا ريت لما ينزل حضراتكم تقولوا لو حصل انا هطلع النهارده ان شاء الله بقى اكلم مع المعلم المستشار برضو ونشوف لو كان الكتاب ده متاح او هيطبع او لا مفيش حاجه في السوق دلوقتي بتتكلم على ان طب يا استاذ محمد نعالج النطق الغلط ازاي
اسمع بس سؤال جميل في منتهى الجمال ده. عايز تتعلم انجليزي وانا اللي بقول اهوت وعملتها عملي في خلال اسبوع وتتكلم كويس ولا تمسك ورقه وقلم ولا تعمل اي حاجه؟ listening and listening. تسمع افلام ولو في ترجمه ما تبصش تحت مثلا، وتحاول تقعد مع ناس بيتكلموا انجليزي تسمع كتير تشوفهم بينطقوا ازاي. هل هقول مثلا got ولا اقول got؟ هل هقول not ولا اقول not؟ هل الكلمه دي اما يكون قدامها كذا كلمه وبعدها كذا كلمه بتتنطق ازاي؟ بلاش عشان خاطري الايجيبشن انجلش او الانجليزي المصري، ان احنا كل ما نسافر في اي مكان مثلا تعالى انت مصري ليه انت بتقول ثانك يو؟ مفيش حاجه اسمها ثانك يو، في حاجه اسمها ثانك يو. فالنطق رقم واحد، اطلع لساني في التي اتش، اقول فاذر ما اقولش فاذر، اقول فايف بالفي كده ما اقولش فايف، فايف دي يعني ناي زمار. فكل النطق ده بصراحه بيخلي ان احنا بننطق غلط، دي حاجه. الحاجه الثانيه اما يكون في عندي كذا كلمه ورا بعض احاول احط الكلمات في بعضها، ما انطقش كلمه كلمه لوحدها. نو الثلاثه خليهم واحد، الخمسه خليهم كلمه واحده، وانا بطيء برضو على فكره. ده من ضمن يعني ممكن مثلا ممكن نتعلم اغاني مثلا اللي هي بدائيه، اغاني تعلمنا اللغه. طبعا الاغاني تعلمك اللغه، بس ايه بس بس في educational songs يعني في اغاني تعليميه، لان واضح اللغات الاجنبيه في سلانجي يعني في لغه عاميه قوي، وده زي ما حصل عندنا في بعض الاغاني حاجات انت بالعربي ما تبقاش فاهمها اصلا في الانجليش. فمش كل مره، لا انا في حاجات كده لو دورت على مثلا في اي سيرش انجن على النت، فانت ممكن تدور على educational English. هنحاول مستر محمد نبقى نجيب بعض حاجات زي كده، نجيب اغاني تعليميه مظبوط عشان خاطر عرفها برضو نسمع برضو والله كويس فيها. احمد انك مهتم باللغه على فكره. بعد التخرج اللغه اهم شيء. عموما شاكرين اتصالك يا احمد وتابع معانا، ونرجع تاني مستر محمد. وعليكم السلام. نرجع تاني النص طبعا بتاعنا سريع عشان توسع الكلام. اوكي let's have a look again to our text here. احنا قلنا trade with معناه يتاجر مع، trade with China learned how to make it too. At first paper was very expensive because it was made from cotton. على فكره بقى بسرعه كده، النطق بتاع كلمه القطن زي ما احنا بننطقها بالمصري او بالعربي بالظبط، cotton cotton، لانها اصلا الكلمه دي etymologically speaking هي متاخده من عندنا، فاحنا ننطقها زي ما احنا بننطقها cotton، ما اقولش cotton واحاول اقلدهم هم بينطقوها غلط. حتى في الترانسكريبشن هلاقي النطق بتاعها cotton. Because later it was produced from wood and became much cheaper. To make paper from wood, logs are broken into. ملاحظين بقى الكلمات اللي مكتوبه بالاحمر، كلمه logs معناها الكتل الكبيره دي، into يعني بيتم تكسيرها تفتتها الى small pieces which are the mixed. ملاحظوا حاجه بقى، حرف التي هنا مش هنطقها سوري، حرف الدي انطقها تي، mixed with chemicals and bleached. طبعا mixed with معناها تختلط بي الكيماويات، and bleached ويتم تنظف لحد ما تبقى بيضة قوي. Water is removed from the mixture ويتم نزع الماء من هذا الخليط، which then passes through hot rollers. خلي بالكوا احنا دلوقتي كل ده بنتكلم عن الورق اللي احنا بنكتب عليه دلوقتي بيتصنع ازاي. يبقى هنا which then passes through بيمر عبر hot roller. على فكرة احنا لو بصينا للناس اللي هم بيدهنوا البيوت وكده، تلاقي الشخص نفسه بيقول للمساعد بتاع الرولة من عندك. الرولة دي اللي واخدها برضو من اللغة الانجليزية اللي هي رول. الرولر هو حاجة كده بيدهنوا بيها الحيطان. زي سلندر كده اسطوانة. بالضبط، عبارة عن اسطوانة مستديرة وبيدهن بيها. رولرز to produce، ولاحظوا حاجة ان كلمة produce بتختلف عن كلمة product. ممكن كلمة produce تيجي فعل زي ما هي موجودة عندي، او تيجي اسم بمعنى منتج زراعي. تمام yeah. انت مستر محمد قلت لنا نطقت ثلاث كلمات سريعا، قلت لنا mixed yeah. قلت لنا bleached yes. وقلت لنا كمان produced لاحظنا ان الثلاثه اخرهم اصلا hissing sound يا اما س اما ش فقلنا mix تمام وقلنا كمان produce الاثنين واضح انه س وقلنا كمان bleached ش اكيد في الافعال الثلاثه لما بحط دي او اي دي بنطقها برناونس اس ت فتبقى عندي mixed mixed bleached bleached ما اسمعش بقى كلمه bleached تمام كده او الصح بتاعنا برضو produced produced ت تمام that's it. وقلنا طبعا produce ممكن تنفع كمنتج زراعي بالظبط كده، لكن product اي منتج عموما اي منتج يس تمام that's it. اتفضل سامي يس let's continue on because you know the text is to some extent is long. Let's continue again. Continuous pieces of dry paper. Every year, millions of trees are cut down to make
لاحظوا حاجة، النطق بتاعي على فكرة أنا مش سريع خالص، أنا بحاول بس أن أنا أوقفش عند كل كلمة. Million of trees are cut down، ما بقولش cut down، no no cut down، cut down to make a new، طبعا new British و new American، to make new paper. Fortunately، كلمة طبعا fortunately معناها لحسن الحظ، the type of tree that gives us the best wood for making paper grows very quickly. لحسن حظنا أن نوع الشجر اللي بيدينا أفضل أنواع من الورق، الشجر ده بينمو بسرعة جدا. But tall paper can also be recycled. ممكن أن احنا نعيد، طبعا كلمة recycle كلمة في منتهى الأهمية، معناها إعادة تدوير الشيء، يعني الورق نفسه ممكن نعيد تدويره ونصنعه تاني مرة تانية. Most of today's newspapers and magazines are made from recycled paper، مصنوعة من الورق المعاد تصنيعه مرة تانية. For hundreds of years, an enormous quantity of paper has been used to produce books. من مئات السنين كان في كميات هائلة من هذا الورق بتستخدم لكي نعمل منها to produce books، يعني ننتج منها الكتب. Especially very large books like encyclopedias. طبعا كلمة encyclopedia كلمة مهمة، معناها الموسوعة، زي مثلا اللي موجودة في البريتش كونسل اللي هي البريتانيكا، والموجودة في الامريكان يونيفرسيتي اللي هي اسمها امريكانا. Now encyclopedias and other books can be put to CD or CD-ROM، والجامعة بتاعها CD-ROMs. Special، ما قلتش special بقى، خلي بالكم اسمها special. Special computers this can hold huge amounts of information. طبعا على CD او في السيدروم ممكن ان انا اخزن كميات هائله من المعلومات، وممكن ساوند اند بيكتشرز كان اولسو بي بوت ان سيدروم، ممكن حتى الاصوات وحتى كمان الصور ممكن اخزنها على السيدروم. The next one. Many people think that soon every computer and we will get all our information from the internet or from CD-ROMs. Many people think that. الكثير من الناس، بلاش أقول people، اسمها people، ال P انطقها P. Many people think that soon everybody will have a computer. كل واحد في الناس كلها، طبعا القطعة دي عشان قديمة فبتتكلم ان الناس بعدين هيمتلك كمبيوتر. اما اجي اقول لواحد دلوقتي على فكرة تقريبا في خلال كام سنة كل البيوت هيبقى فيها كمبيوتر، ممكن يضحك علي، لان الموضوع ده عدى خلاص. كمبيوتر already. Get all our information from the internet or from CD-ROMs. تاني بقول ان عشان التكست ده قديم شوية، ان الناس كلها تحصل على معلومات من الانترنت غالبا. The American people في اي حاجة اسمها انتر مش بننطق التي، فبقول انترنت، بقول انترناشنال، فممكن احصل عليها من اللي هي الانترنت او من CD-ROMs. They believe that public libraries will no longer be needed. هو بيقول انه ممكن في خلال الفترة اللي جاية المكتبات العامة دي مش هنكون احنا في حاجة اليها. And that printing will become part of history. يعني الطباعة نفسها أو دور الطباعة هتبقى حاجة تاريخية. إن إحنا مثلاً نلاقي مطبعة أو كده، الكلام ده هيبقى قديم قوي، لأن كلنا دلوقتي أغلب الكتب هتبقى e-books. قبل ما نخش على الجرامر يا مستر محمد، it's really very important to draw your attention for to grammar. الجرامر الموجود عندي بيتكلم عن الباسيف. كلمة passive معناها مبني للمجهول، وده ياريت هنشرحه برضو سريعا كده. لو انا مثلا عايز اتكلم عن بقول محمد اكل التفاحة باللغة العربية، انا عندي محمد وعندي اكل وعندي التفاحة، يشترط شرط اساسي في اي جملة عايز احولها من معلوم لمجهول هو وجود فاعل وفعل وتكملة. طيب محمد شكلك. انا عندي معلش اتصال هند تاني، صديقتنا هند، وهند عندها situation مستر محمد. yeah sure هند go. yes هند اتفضل يا هند. تفضلي. الو. ايوه هند معاك، اتفضلي يا بابا. اقول الموقف ولا طيب؟ هو يعني شاكرين طبعا في الكنترول روم المخرجه الرائعه معانا، سمعت الموقف بتاعك وملتهوني بالفعل. يعني انت الموقف بتاعك كان بيقول يا مستر محمد an interviewer has asked you. الو. ايوه يا بابا اتفضلي. طب كنت عايزه اقول الترجمه بالعربي كنت عشان انا بعيد عن التلفزيون، كنت عايز اشوف. طيب انت مليتيهم في الكنترول روم زي ما قلنا الموقف عندي، كنت عايزه اقول اسئلتي
اشوفهم على الفيديو. عايزه تقولي الاسئله بتاعتك؟ ها؟ عايزه اقولها عشان انا بعيد عن التلفزيون والشبكه يعني. تمام بالظبط. احنا وصلنا فعلا سؤالك السيتويشن عشان نكتبه بس عشان نجاوب عليه. ممكن اقول السؤال بالترجمه؟ الموقف بتاعك يا بابا انت قلتي لي كده an interviewer has asked you ويكتبوا هذا مستر محمد why you have applied for a job in a particular company. ايوه يا هند. Give reason مستر محمد. طب an interviewer has asked you. اكتب معايا مستر محمد. يا ريت تسمعينا يا هند احنا خدنا السؤال بتاعك. خدنا سؤالك. خدنا سؤالك بالفعل. معلش تاني يا مستر محمد. Again. An interviewer has asked you why you have applied for a particular job. Okay? In give a reason. تمام؟ Yeah, that's it, Hind. ده وصلنا بالفعل يعني. اسمع الإجابة. طبعا كان السؤال بتاعك بيقول في محاور أو حد بيسألك يعني أنت عملتي job application و you are asked to be interviewed. طلب منك انك انت تحضري مقابله عشان وظيفه معينه. فالانترفيور بيسالك why you have applied for a job. ليه تقدمت الوظيفه in a particular company. في وظيفه في طبعا شركه بعينها. عموما يا هند احنا وصلنا سؤالك وثانك تابعينا من خلال الشاشه. بس طبعا في 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 انفيو ده المقابله الشخصيه الشخص اللي بيسألني وانا applicant او interviewee يعني انا المتقدم. فالشخص ده سألني قال لي انت ليه جاي عشان تشتغل عندنا في الشركة دي بالذات يعني. وهنا بيركز على الشركة بالذات. انا سمحت انا اخدت كلمة قلت a particular company الشركة بعينها. انا قصدت على الشركة بالذات. اللي هي دي يعني. طيب انا ممكن طبعا منها اجابات كتير جدا. بس انا ممكن اقول مثلا اقول this company has good reputation مثلا. حلو قوي. او لها سمعة. كتبتها اوريدي. تمام زي الفل. يبقى good reputation. مش معك كويسه. طب لك لو قلنا الشركه بتدي مرتبات كويسه مرتبات yes, عاليه gives good salary مثلا. يبقى بتدينا good salaries او yes. high salaries. تمام مظبوط كده. بس يبقى طب عايزين نشوف الحاجات دي مكتوبه معاك. الحاجات دي مكتوبه حالا هنشوفها. ممكن اقول the company has good reputation. يعني عندها سمعه طيبه. ممكن ده سبب يعني هو بيسالني ليه انت تقدمت فهو ده السبب الرئيس. طيب شاكرين جدا مستر محمد. اتصل كمان من الجيزه لبنى. ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا بابا. تمام. يومنا مش لبنى صح؟ يومنا. احنا بقى ايه يعني بنسمع بالخطا. اتفضلي يا يومنا. تشوز مستر محمد. يس. Yes. The teacher spent the afternoon. The teacher spent the teacher spent the afternoon space Yes, Yomna? The exam papers. The exam paper. خد الفعل اللي فيه ING كلمة marking. سهلة كده. الاختيارات. marketing. ما احنا قلنا خلاص marking. هي سهلة قوي. بعد كلمة spend بيأتي verb زاد ING. المهم عندي الفعل spend اللي عندي دي بيأتي بعدها مفعول. فبقول the teacher spend the afternoon. verb plus ing اي حاجه عند. طب هنفترض ان كل حاجه هم كلهم في ing. كلهم فيهم ing مثلا. ايوه. هو بس انا متلخبطه في ماركتنج ولا ماركتنج. طب ماركتنج يعني صح وماركتنج يعني تسوق. هتختاري ايه؟ ماركتنج صح مظبوط كده. يس كلمه ماركت. طيب انا في جمله ثانيه برضو انا عاملاها بس عايزه اتاكد. اتفضل. it was a truly it was معلش مره ثانيه مستر محمد. it was it was a truly truly. truly. Space. Evening. We enjoyed. Our service. A lot. اللي بقى lovingly. إيه؟ إيه تاني؟ Lovingly. Loving. Loving. Lovely. كده أربعة ولا ثلاثة؟ كده ثلاثة. عندي. Lovable. هي أنا عاملاها lovable. عاملاها إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ شو اللي هي lovable. Lovable.
الأخيرة؟ لا احنا نختار سي. It was a truly lovely lovely evening. تمام؟ تبقى ايه؟ سي سي اللي هو هو انا وصفت الايفنينج بانه ايه؟ بانه جميل يعني. Lovely يعني evening. هنا مش هتبقى أجل ولا ايه؟ لا مش هي. بص خلي بالك في بعض الصفات منتهية بال واي. هنا صفة هي صفة بالفعل منتهية بال واي. الحال عندي هو كلمة ترولي تمام؟ انت عندك ترو ترولي حطيناها ال واي فمن صفة الحال، لكن كلمة lovely زي كلمة friendly زي كلمة silly زي كلمة early كلها صفات منتهية بال واي، وده ما يمنعش ابدا ان كلمة early ممكن تبقى صفة وتبقى حال بس في الحالة دي منتهية بال واي تمام؟ لكن لما اقول lovable يعني كان بي beloved يعني ممكن الشيء ده يتحب او كان بيلافد يتحب يعني تمام؟ طب ما هي لافبل دي معناها محبوبه برضو. لا لا انا بقول الشيء ده يتحب يعني تمام؟ لكن انا عايز اوصف شيء الشيء ده كان شيء كويس، كلمه كويس هنا كلمه لافلي، كان مساء كويس، كانت ليله كويسه، لافلي ايفنينج. وصلت؟ تمام. Do you have any other question يمنى؟ No, thanks. احنا اللي شاكرين جدا لاتصالك وتابع معانا ونرجع سريعا مستر محمد للجرامر. كنت اتكلمنا على فيوتشر سمبل والفيوتشر بيرفكت في الباسيف فويس. طيب وضح لي يعني ايه الفرق او الفرق عموما من خلال حتى ولو الكي ووردز بتاعت الزمن. تمام هو مستر محمد هو تقريبا فاضل وقت قد ايه عشان عايز اعمل حاجه كده اشرح كل 3 دقائق كده شرح باسيف كله اول فصادن اسكن يو تو ستوب. طيب بص ولاد اسمع انا بحب اعمل ايه كبسول كده يعني مثلا في جرامر ما ضيعش وقت كتير جدا في حين ان انا ممكن اخد كل الباسيف بسرعه الباسيف كله ناخده بسرعه. انا عندي فيرب اسمه فيرب تو بي اللي هو كلمه بي دي نفسها. بي هتبقى دي الستيم دي يعني ات از ذا مادر. فبصوا معايا انا هكتب ايه. اي جمله عايز اعملها باسيف المفروض بستخدم واحده من اللي انا هعمله ده يا اما استخدم بي. البريزنت بتاع كلمه بي هو ام از and are. هو was where. كلمة be التصريف الثالث بتاعها هي be وحط لها ing بقت being. تقصد being بقى لأن التصريف الثالث هما يمكن being. Yes that's right. ممكن أحط being ده الاستمرار وبعد كده being. تمام. فbeing هي التصريف الثالث. أما أجي أعد هلاقي عندي 1 2 3 4 5 في عندي خمس حاجات. الباسيف معناها ان انا في جمله فيها فاعل وما بستخدمش الفاعل. اما اقول مثلا احمد كتب الدرس فاقول الدرس كتب. مين اللي كتبه؟ احمد فمش موجود. اشتغل كده مثلا I will see علي. طبعا وبشترط في اي جمله تحول لباسيف وجود مفعول بوجود اوبجكت هنا. فاول شيء لازم احدد زمن الجمله. مستر محمد في مشكله بصراحه بشوفها عند اغلب الطلبه اللي هم بيبقوا اوائل الجمهوريه كمان. بيبص على الزمن ما بيقدرش يحدد الزمن ده اسمه ايه. فانا المفروض قبل ما ابص واعمل باسيف لازم اشوف الزمن اللي عندي ده يا ترى بريزنت سامبل باست سامبل بريزنت كونتينوس بالظبط. ففي طريقه ممكن تخليني احفظ كل الازمنه وبسرعه جدا. تمام. الازمنه بريزنت باست فيوتشر هم ثلاثه. يبقى الازمنه بس ثلاثه بريزنت باست اند فيوتشر. كل واحد من دول هقسمه لاربعه. البريزنت مثلا هقسمه للبريزنت سامبل بريزنت كونتينوس present perfect continuous. الباست ده هيبقى فيه past simple past continuous past perfect continuous. اخر زمن future هيبقى فيه future simple future continuous future perfect continuous. لو انا حددت الزمن ايه هعرف احدد انهي واحدة من الاربعة اللي قدام كده. كلمة will would وcan وcould وshall وshould وmay وmight وmust حتى have to وhas to وhad to اللي الحاجات اللي فيها to دي ممكن تعامل معاملة الموديل. في موديل في سيمي موديل ممكن نعملها كده كانها موديل فيربس. لو بصيت على الجمله اللي عندي وعايز احدد نوعها ايه هلاقي ان كلمه ويل سي هي واحده من الافعال الناقصه. اول حاجه هبدا بيها هبدا بالمفعول اللي هو كلمه عالي واحط نفس الفعل الناقص اللي هو كلمه ويل وارجع تاني ل 1 2 3 4 5. يا ترى هستخدم كلمه بي ولا احط ام از ار ولا واز. اي حاجه عندي فيها موديل فيرب بحط الكلمه اللي هي اول واحده كلمه بي. اذا بقى عندي فيها قاسم مشترك ان انا لازم ابدا بالاوبجكت وانهي بالتصريف الثالث. التصريف الثالث للمين فيرب اللي هو سي هقول علي ويل بي والتصريف الثالث هيبقى سين. طيب في حاله لو انا عندي جمله ثانيه بس يا رب تفضلوا فاكرين 1 2 3 4 and 5 الخمس حاجات دول هم اللي بيشكلوا الباسيف كله. فلو في عندي جمله ثانيه مثلا فيها
by 2020. واحنا جينا 2020 ولا لسه؟ لسه شوية ان شاء الله. الاسبوع الجاي. The government will build new schools. الجملة زي اللي موجودة قدامي دي بلاقي فيها كلمة باي. كلمة باي المفروض عندي اوتوماتيكلي كده بستخدم فيها future perfect او اللي هو احنا بنقول عليه بالعربي المستقبل التام. يبقى ناقصة ايه؟ يبقى will have. Will have مظبوط كده. التصريف كام؟ والتصريف الثالث للverb. تمام. يبقى لو قلنا باي 2020 اكتب will have built. مظبوط كده. فهنا هقول by 2020 the government will build new schools. طيب لو انا قلت ان الجملة دي find the mistake. ايوة. فمعنى كده انها ممكن تجي لي find the mistake وبعد كده بعد ما نعملها find the mistake نحاول نحلها ونرجعها الى الباسة. find the mistake تعرف فاطمة بقى من المنيا معنا؟ يس. Yeah. فاطمة ازيك؟ ازيك يا مستر. الله يسلمك. عايزين بقى يعني ايه مستر محمد كان كاتب جملة بيقول لنا find the mistake وجود الخطأ. هو كان مشكور ادانا جمله في الفيوتشر سيمبل وقالنا ويل والمصدر وحب ينتقل بينا للفيوتشر بيرفكت عن طريق احنا بقى نعرفه فراح كتبنا باي 2020 ذا جوفرنمنت ويل بيلد نيو سكولز عايزين بقى تشوف الخطا فيه ها الجمله دي هتشوفها حالا دلوقتي اتفضل وجد الخطا في الجمله هي بيلت ازاي بعد ويل ده لسه مستر بيأكد ان بعد المودل فيربس يبقى مصدر تبقى ويل بيلد لا ده لسه شوية بنقول لك هو بنغششك فيوتشر بيرفكت مستقبل تام طيب اسمها مستر محمد اسمها فاطمة يس فاطمة اول ما اشوف كلمه زي كلمه باي بستخدم زمن اسمه فيوتشر بيرفكت اكيد انت شايفاه قدامي اهو اللي هو بيتكون من ويل هاف والفعل الرئيسي هجيب منه تصريف تالت ايوه تبقى ويل هاف بيلت برافو هي في يو اي ال تي صح يبقى الخطا عندي هنا كل اللي انا هعمله هقول ويل هاف ويل هاف بيلت طب اسالك سؤال بسرعه هي كلمه ويل هاف بيلت يا عم اقول في سنه 2020 الحكومه هتبني مدارس كذا الجمله دي مبنيه للمعلوم ولا للمجهول لا هنا هتبقى معلوم بدات بالحكومه بدات بالفاعل في فاعل ولا مفيش فاعل في فاعل جوفرنمنت صح كده يبقى الجمله فيها معلوم اهو معروف الفاعل بتاعها طب ايه رايك تحولي انت بقى الجمله احنا الاول خلاص بقت اصل الجمله اللي عندي باي 2020 ذا جوفرنمنت ويل وانت لسه قايله حالا ويل هاف هكتب ورقه جديده يا مستر محمد بيلت ورقه جديده نحولها مع بعض حاضر اوكي اسمعها مع المستر ده بص بقى هقول جوفرنمنت يس will have built new schools عايزين نخليها بقى بس فيها تمام يلا كده يا فاطمة الاول يا فاطمة نعرف فين identify the subject the verb and the object الفاعل مين هنبدأ بالnew school ايوه شطرة new schools ها will be لا مستر محمد شوف مساعدك ازاي قال لك will have ها will have building لا بصي بصي will have been will have been built صح كده will have been built يبقى معنى كده انا حطيت هنا كلمه ايه شايفاها اللي تحتها خط دي been كلمه been امتى استخدمها مع اي زمن اسمه perfect present perfect future perfect past perfect كل ده فعشان الزمن اللي عندي هنا perfect بحطه في النص كلمه بين انت قلت لي طبعا هبدا الجمله بكلمه new schools وبعدين هتبقى will have been built مظبوط كده ده government طب لو ما حبيتش احط باي هل الجمله صحيحه صحيحه ايوه عادي برافو عليك عندك اي اسئله تاني طيب سريعا يا مستر محمد شكل القاعده شكرا يا فاطمه متابعينا شكل القاعده كده بشكل بسيط كده يعني يعني مور نوت مور ذان 1 مينت ماشي طبعا احنا اول حاجه هنعملها ان عندي كلمه ويل لو الجمله فيها كلمه ويل وبعدها تصريف اول كل اللي انا هعمله هبدا بالابجكت
وبعد كده اروح حاطط نفس الكلمه اللي هي كلمه ويل واضيف من عندي كلمه بي بلس تصريف ثالث للفعل. تمام ده لو فيوتشر سمبل. لو فيوتشر سمبل اختصارا بقى الفيوتشر بيرفكت لو انا بنفس الفكره. ايوه هبدا بالاوبجكت وبعد كده احط كلمه ويل هاف واضيف من عندي بس كلمات بين زائد التصريف الثالث للفيرب. ده شكل الباسيف في الفيوتشر بيرفكت. الفيوتشر سمبل والفيوتشر بيرفكت في نفس الوقت فالموضوع في منتهى السهوله اللي في الدنيا. تمام برافو على استاذ محمد. طبعا احنا شاكرين جدا مجهودك معانا في الحلقه واكيد هيبقى في وقت تاني ندي تمارين اكتر واكتر حلقات الجايه ان شاء الله. ولكل الطلبه اللي هم قلقانين بقى ان هنخلص امتى لا احنا يعني خلاص بنخلص المنهج بتاعنا واظن يعني فضل لكم شرح وافي جدا جدا. شكرا طبعا مره ثانيه لمستر محمد انا خلف الكاميرا والى ان نلتقي في حلقه ان شاء الله. انتلوميت اجين جود لك اند جود باي.